لا وفاء، هل في احتمال وفاء يكون، عايش معايا وفاء، انا موت. صح هل في احتمال يكون في جزء تاني في حق عرب؟ ما وفاء لا لا خلاص بيتكم بقى يا دينا. شفتي بقى دكتور بيقول لك ايه، ينفع من غيري؟ ما هي سميحه لما تكبر. طب انا عندي الحل، هي سميحه لما تكبر هتبقى انت يا ستي اصبري على رزقك. يعني نمشي دينا فوق، نمشي دنيا المصري. دنيا المصري ايه دينا؟ هنمشي كده، هنمشي مين؟ هنمشي دنيا المصري وتتحول دنيا المصري لوفاء عامر وكمل المسلسل. لا 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 خليها تاخد فلوس. لا 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 صباح الجيات عامل، بالعكس بقى عامل حاجات جديده. بالظبط كده. وليه اصعب مشهد بالنسبه لك في المسلسل ايه قبل ما اسيبك؟ المشهد اللي هو بيني وبين احمد العوضي لما بيكتشف موضوع ان هي بتنصب وبتسرق موبايلات، وبتبدا بقى يجي البيت يضربها بالقلم، تخرج تجري وراه لحد بيته وتدخل البيت يعني تقعد تعيط. ضربك بجد يا دينا ولا كان ضرب فيك؟ لا 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 استاذ اسماعيل فاروق ما عندوش حاجه اسمها ضرب فيك. هو لا كنا ضربت يعني بجد؟ لا 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 هو مسألة مناسبة، أنا عوضي ضربني أكتر من أنا في المشهد ده في قلم نزل على ودني، أنا فضلت ماسكة راسي من كتر الوجع بقى. عوضي وهو في المشهد بقى عمال يبص بجنب عينه عليا وأنا ماسكة ودني براسي من كتر ما القلم نزل جامد. ومشكلة أستاذ إسماعيل إنه دخل يعني عوضي مش عايز يضرب، بيبقى عايز يعمل كده بس يعني لا لازم تضرب علشان الزاوية تيجي صح عشان ما يبانش إن القلم فيك. فلا وما شاء الله عوضي مقاس ايده تقريبا 49 ولا ايه مش عارفه. طب الحمد لله زياده عني ثلاثه. انت خدتي كم قلم في المسلسل ده؟ لا انا مثلا خدت في المشهد اللي بقول لحضرتك عليه ده تقريبا من قلمين لثلاثه، وفي النيابه لما دخل لاني ملفه بالملايه تقريبا قلمين تاني. والمشهد بتاع القبض عليا اللي هو اتسحلت على الارض لحد بره ده بالملايه ده كان من المشاهد الصعبه، واللي انا كنت متاسفه قوي قبل ما اصوره، كنت منهاره منهاره بجد وانا داخله اصوره يعني.